ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ رغدة أبو ليلى موفدة التلفزيون المصري. رغدة مرحبا بك، يعني اطلعينا على أبرز فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، ما جاء به من جلسات وأهم النقاط التي جاءت فيها. شكرا ياسر وسحر، مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم من مدينة شرم الشيخ في هذه التغطية الخاصة المتواصلة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمشاركة عدد كبير من الشباب أصحاب الرؤى والمبادرات من 196 دولة من جميع قارات العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحييكم في اليوم الثالث من فعاليات المنتدى، وكما تابعنا على شاشة التلفزيون المصري جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شدد على ضرورة وقف النزاعات والصراعات حتى نستطيع المساعدة في إعادة الإعمار، باعتبار أن إعادة الإعمار مع استمرار النزاع له تكلفة كبيرة. ووجه الرئيس السيسي نداء لجميع الدول والمنظمات التي لديها صراعات ونزاعات أن توقف التنازع فيما بينهم، مؤكدا أن مصر لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شؤون الغير. وطالب سفير شباب اليمن في المجلس العربي للتكامل والتنمية، طالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع في اليمن لإعادة الإعمار، وطلب من الرئيس السيسي دعم الشباب اليمني من ناحية التأهيل والتدريب ودعم إعادة الإعمار في اليمن، الأمر الذي استجاب له الرئيس قائلا إن كل الإمكانات والقدرات المصرية متاحة لجميع الأشقاء من أجل بناء القرارات والتنمية. وأشادت مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقاهرة بدور مصر في دعم ومناصرة الوكالة في تيسير المحافل والدفاع عنها، ووصفت دور مصر بالمحوري في وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين، وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن الوكالة تعول على الدور المصري في مواصلة حث المجتمع الدولي على دعم الوكالة، الأمر الذي استجاب له الرئيس السيسي مؤكدا أن دور مصر سيتواصل في مناشدة المانحين لتوفير الالتزامات تجاه الأونروا. كما شهدت فعاليات اليوم أيضا جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد في مداخلة أن مصر تحركت منذ 7 سنوات من أجل الخروج من الفقر، وأشار إلى أن حجم ما تم إنفاقه من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 400 مليار دولار، وأن العمل سيتواصل من أجل الخروج من الفقر باعتبار أن الفقر يسهم في دخول الدولة في متاهات التخلف والجهل. ووجه الرئيس السيسي التحية لشعب مصر وللمرأة المصرية ولتحملهم أعباء الإصلاح الاقتصادي، ووجه الشكر والتحية للشباب المصري صاحب فكرة منتدى شباب العالم وصاحب فكرة حياة كريمة. نعم. وأجندة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تطرح العديد من القضايا المتنوعة من خلال الجلسات المختلفة، وبالأمس تابعنا جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ. نعم. لمواجهة رغدة. التغيرات المناخية، وفي هذه الجلسة أكد الرئيس نعم السيسي. نعم رغدة، تلك كانت فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم. رغدة أبو ليلى موفدة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.